الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. إن شاء الله تعالى سورة الأنعام بام بالله بإنا إلى آية تبلي السدين. سورة الأنعام وسورة بالجهاد حفيظ القرآن الكريم كأس آية ربقل لحنا يشنوين وحوي وان سورة مكدة وسورة ذها مكدة القرآن كمكدة وحلوية خانا حاجة شركة هي توحيد هي أخلاق يا لوية قال إن شاء الله سورة قيد وين بيقولها هاي قيد تاس القرآن الكريم فيه جزيرة العرب ما تقول في الشركة القرآن قال بدر صالح في هذه الشركة وحلوة بدلين توحيد قالوا بدلين كذبنا أجون كفا عطي إن شاء الله تعالى وكفى إذا سنظرنا سورة دا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الله وحده سبحانه وتعالى الحمد أمان ما حدث لي أمان ولي أمان لله الله يوسف ناسي الذي أليه خلق السماوات السماد أبوري والأرض ذلك أبوري وجعل الظلمات مبديات السمعيين يوالنور السن ثم إتا كذب ثم الذين كوي كفروا قالوا بي يعدلون وحي قربر بغيان بذرب المذرب وقال بالشيك أنا قربر بغيان وعبادة لو ذاكينا الله سبحانه وتعالى دوت سورة ذات بحمد قلوب لأن سورة الفاتحة اللي لدى هي لبدا سورة ذات الفاتحة هي السبع هي سورة الحمد قلوب لأن سورة ذات المكة وحي كفر الثاني أمر لنصين إله أمان في السبع السنة أشهد نسيع لله أي حمد أعلن الله وإسكاله marka idin kula marado allah sida isu amaanay allah ku daydo oo allah ku amdeeyo allah ku amaanay marka kamariga adbado abuure wafaadore dulmaati ya nurka wana nurkaana samada waxa lagu abuurey raxmad iyo madarka ka soo dagaya maamulka ka imanaya ardada nabaati ba ka soo baxayo waa lagu nooleeyay sidii loo noolaan lahaa iyo wixii lagu noolaan lahaa oo allah u sameeyay نقضي في النور كنوا أقول اللبض وخير بإليهن والنفس بإليهن الله سامحة إذن كنا ذكية وصلاة الله أقوم مهدية وحيكا إذا سعيد ألا أقوم مهد وليا يقوم مهدية بك جعلوا بصلاة ويكلع إلينا ذكة قالوا لي الله ذي وحبر بردين مركا خالق السماوات والأرض مركا وخلق بربر دقية وعض العموم مدى أقوم ويا يا هيرك أكي أشيسان وخالق السماوات والأرض الشيخة وليه تكي إلى هذه المدى الشيخة مرنا ما عليهم خالق السماوات والأرض معنا وحي دوال الله وحكالهم إلى هذه المدى كل شيخة مثل فرعون وقلع أنه مصر بعض حكم أهلون مصر بإلى هكاها إلى هذه المدى الشيخة الحمد أمان لله الله يؤهاتي أمان هربا الذي أليه خلق السماوات سمر أبوري والأرض ذلك أبوري أود بلعليه ونبات كسو الدالي وبضها يبرده يبتغذ يبوره وعاكسو الدالي سمد الصلح كذا يسعر كذا يحدق هذا يحلق أبوري وجعل الظلمات المبزيالك أبوري سمي والنور اكتر أو يباني يحدق المبزيال التي سمرك خيرها يوصل غير لهم ثم الذين هو كفروا قالوا يعدلونه حي بربر دقان بالرب يمرده شيئا آخر ووحما ترى قيده إيو وحيابا للسمايير الله بربر دقان وعباده إلا وهاجين هو الذي الذي قال له ويخلقكم من دين أبوري من دين دوابئ كأبوري ثم قضاء الله وحوحكم أجل المدى وإنت وقفت لمنعي مركي لا أبور إنت لمنعي وأجل المدى مصمم لما عابين عنده أبتس ويواقيامته مدد هراء قف والبلوس مني ووقت قبلته مدد البعض يبدأ كورن اللي سكين ينا وقيامة لبدا مدى كفة مكا عالم في وينا والسماوات والأرض أمرك اللي ينوش شاقي يا عالم في يران اللي ينوش شاقي عالم الصغرى أما عالم الأصغر وبني آدم وعالم يعني وحل واحد سمدي أرضا كتشرة يا لغيها لبني آدم سمدي أرضا وحل أبو ريه أن كلين يقبو يسين يوحو الباء بني آدم قال لغيها لها وعلى سكتير دبا الشهرين إنتا صدرنا وحيكو تسين الله سبحانه وتعالى إنا نوعنا من إيوح لبربر لغو
هو الذي الله هو خلقكم إذن أبورا من دين نوبي إذن كابر معنى ذو هوي أبين بعد نوبا لك أبورا نبي الله آدم بعد نوبا لك أبورا نوبا ديبا مركا يا نسل الله سميور نشي مركا حقيقة هذه اللي يقول بني آدم كنت يقول لفتيسة نوبا لك أبورا يوم منيدي يدعانك لك أبورا فاشمك خب الله ذي فاشمك ندرك سوى سارين حتى حولها اللعنة إلا ندرك سوى سارين مركا نوبا إذن كابر معنى ذو واسدا ثم قضاه وقال حكمي أما قامي أجل المدة يعني قفوا لبنت كرمنا يا مدوة وأجل المدة مصمم الله مقعابين عندما في سوي مركا مدى لما هو بيسين مدى لما الشرع وحيد كلبنا هدوك مركا يدمين وارقنا لكن مدى الله أكيسة كم مقعابا وحو حكوه بمسيرة قيامة وحو بمسيرة ثم أنتم إذنكم تمترون وشكيسة اللي هي إذن أبوريد سميجي إنكم تشيرين روبيد كالسميجي مدنا إذن قبطي يتدنى كشكي إيسان موحاسة وحاق الجرح كيكو أبوري بات كشكي فنتان والله تجيب يسيد دراسي يوياكو أبوري موحاديه تتا إذنين ما أبوري ميا وفنا ما دين سرم إذنين ما أبوري إما هداد كسنتان إلو أبوري كيكو أبوري هدا فيني وين وكشكي ثم أنتم إذنكو تمترون وشكي إيسان محاس شكي بكيان في آيارين وعوضة ظاهرة سمدي أرضاني ونعيشي لكي كريبا ميسن توكتان وهو ألي الله معبود إله ويه في السماوات السمد معبود فيها وفي الأرض بلكنا الله بإله كأس يعلم فؤال ليبيها سركم إذن كما فبع واحدين قصون أفي يأدي واحدين قصون وعقل بقينا كتيرة وعبيها يوجه لكم واحد عدان كأس ونبع شيء عديسان ويعلم وليبه وعبيه ما تكسبون واحد شقين إسان إذن كابا المرنى يوين الله عليه سبحانه وتعالى الله لا في صنم الله من عسنا هو المعبود فمضي أرض الله ذا معبودك إلهك إلهك لمن معناه أنه مثل يدو أرض ذا نقول نحفر ديا فمضى نقول نحفر ديا ما إله سبحانه وتعالى وكما الشيء قال إنه كل شيء منه وحيو شيرتنا وأدينين وحين حقيقتنا إن الله استوى على عرش تاوى الأذنه لكن عدنا مرده كرسل نده ما يخ الله صمدنا وكل احتلال أرضنا وكل احتلال معتزلة واحد إلى هذين إلى ميل والبوت شوقة بيه ميل والبوت شوقة هذا هم ميل لما تشوقة بيه وميل ساسا لبسيكة لما تشوقة إلى هجي هم ميل لما تشوقة ميل والبوت شوقة واتناقضون إنه حين لنا الله استوى على عشي عشي قولي نقصر هي ولونا لكن ما شام صمدنا أرضنا الله نحفر ديانا وبيحت شوقة معها معلوم بكي هاي وين ما يسدون يسوه وحاولي يسري سيفدي سوقار ثاني الله لا معبود كا الله وخالق كا إله كلو وصمدي أرض الحكومة المجر هو الخالق في السماوات والأرض وهو قال الله وهي في السماوات السمد الله كيه وإله كلا السمد ملك وفي الأرض أرضنا الله ذو كيه إله كلا ملك إن كان وحدير يعلم سركم وحي إن قسموه بهاي وهذا الثلاثة هي أن لكم أستاذني وقرصوا ما قرص الكريسين سركم وحيدين قرصوا جاركم وحعدان كعام ويعلموا أنه حبيا ما تكسبونه حد شقين إنسان كوريقا قد يحيي سوى حد شقين الدهوصة كحيدة صدنام صدام الصوف شقادة أدهي سؤال الله وفاركه كحسابنا يوم وما تأتيهم أمكهم هذا ضدك من آية معجزة ومن آيات ربهم تربقوا الآليه سكمنا إلا أن أتما تنسكانوا وحيا هذا يعني معجزين فهو كجيسة عنها كجيسة معجزة كالصوت ماذا هي آيات كالصوت ماذا آيات كونية هي آيات وحية آيات كونية ذو الصمد هي أرضا ذي وفع الله كل حبوري هي آيات وحية مركة اتماد ذو كجيسنة وكجيسنة معنى ذو حوية قمع على الصلاية هاسيدي وحاية الذين وكلاء فالك عبري وكجيسنة وحادة ذو كجيسنة طبعا كادو الضربي وما تأتيهم تدخى أمات ماذا من آيات آيات كونية هي معجزة من آيات ربهم ربك وزايدت كاملة إلا أن يتم أردت كانوا وحي أهانيا معرضين فهو كجيت سدعنا حق إذا وفعل السلام يبو كجيت سيقا كدولة فقد كذبوا البينية بالحق حقه بالبينية لما جاءهم حق مركوز من دوان نبي الله محمد حقه هي كتاب قوته يبو صلاتا وإن آيات كفر السدان أما معنى هذا الروحان أن دونين حقي عبدان كاها وقصرين بالبينيين مركوين نبي الله محمد بالبينيين فقد كذبوا حقيقها وحي أبينيين بالحق نبي الله محمد بالبينيين لما جاءهم مركوين الله وحليه فسوف يأتيهم وحاؤوا إمان دونه
أبناء ماشي وتحنتي كانوا يهان يستهزئون قوة كجيت يسبيه ماذا كجيت الشيء كجيت يسأ وحني كجيت يسيان عقابي كحس الشباب من ضرط وربحنتي باوي من وحني كجيت يسيان نبي الله محمد يحطي لي كجيت يسيان قرآن كي كجيت يسيان كلام الله لي كجيت يسيان وحاي كجيت يسيان ناس في عذاب كتير إياه جنة كجيت يسيان مثل ربيعين جيت يسكت ورك كذا شاوي من أيام وين عقابي وركلام ورك وين ودمي كتير يا وركو فسوف يأتيه محاور إيمان أن بعض ما شيء وركبه مكانه هي يستهجون به قوة جاسة الله وحوله سبحانه وتعالى مركي وحبينين لي ألم يروا ميالي أدفن أغين كم أنت أهلكنا أنها لأني من قبل من يقوم الصوت من قرن قرون قوة مكانهم أنسيني ونقع عنك لمثل أرض أرضات الأحجار ما شيء لم نمتن أنسيني لكم إذنك أنسيني بل إذنك حق حقبا قولتها النبي محمد لتشوكتان oo idinka hanti badan oo idinka caruur badan oo idinka umri dheer qof sida Allah u galay oo halaagay ma waydaan eegin ku Allah leeyahay subhanahu wa ta'ala oo idaarubay midii ka warqabay alam yarow miyane arkin dadkan xaq diidayaashi kam intii ahlakna an halaagnay min qabli mawsuus halaagnay oo min qarni quruuna wa aam qarni suwa wahfar badan kuwa sumakannahum a'taynahum an nusheenay gacanta u gelinay fursad u siinay fil ardi dulka dhaxdiisa iyo maamulkiisa ما شيء لم نمكن أناسين لكم ذلك أناسين وحنا ذلك يسينين بقية لسيين هذا لم عدانك وحوي متروالي ويها لكتمين وأرسلنا وحانو الدكري السماء مرضى تيبا كود دكري عليهم دوشوا هذا مدرارا ست دربعة ودرب في عادقة هاي وجعلنا الهارة تردين وحانكية لتجري في سعنة مساعة موسطة قيده هولا يبير هذا يمصنب بدن بالسيين فهلكناهم ألوان هلاقني جود بذنوبهم ذبيات وليبان جوه هلاقي وأشان أوان أبو هلوان قال إن من بعدهم تبدو قرن قرن آخر قرون خلاء آخرين أو خلاء الله عليه سبحانه وتعالى ميين كورا عند كوان دكتورة وهي كحب بنا وحن يجا لسين لسيي سدوا لا تمين بتعرف وحيا بالسي وحتمدها أبارد مشيرين فوق وفر بنا سد درنا meel walba masna uga dilacsanay beerahooda iyo daraacadooda iyo geedahooda iyo masna qasaa oo qulqulaysa allah dambigoodu uu halaagay wixii faraha badnaa ee la siiyay markii garan waayay allah uu halaagay wakadaan shaantum idinku nastaan baad noqonay shaawayn taas xaqqa garan waydaan oo idinku kari waayay halaagaa saydiin yaalla oo allah leeyahay subxaanahu wa ta'ala waasalna waxaan u dhigay ku dhigay asmaa samadi calayhi tushoona waa roobki midigaaran darar xaaliya ku darsan وجعلنا الأنهار تردي وحنكية لي تجري في سعرة من تحت موصورة فأهلكنا أموالها لأجل الذنوب بسبب ذنوب ذنبيا الكورة وأنشأنا وحان أبوه من بعدهم تبدو قرن قرن آخرين وكلا قرن توا قرون كلا مركي قرن بدلت قوز الثلاثي لوها لأجل قرن كلا الله سمعنا يا سبحانه وتعالى الله مركي وحولي لكني أذي قولة ولو نزلنا هدان كسود نجلنا عليك كرك هذا الكتاب الكتاب قرآن وهي قرآن وفي قرداس حاشق قرآن وفلمسوه قرداس أي كافتان قعنت كتب أيديهم قعموه كتابتان لقال الذين كوهوا حيثها ينكفروا قالوا لي إن هذا ما هذا كان معها إلا سحر سحر مو يمبنوا نعال الله سبحانه وتعالى وذلية قلنا كور تاقا وكد ديدا دي كتاب أصمد كسر دجية قرآن وسموا لي أجي كسر قال السواد نسوى الصوص على ياركان بين السواد والله السود هذا لي ياركان ومر كدول في المساء تابتار أغريان وإنه حاجة تيب الأقادان ملك لك المدن أضغ بس من هذه الأقادان وسعر بيده الله بل نحن مسعرون سعر بيده الله يبقالي معنى هو حوية كنادي قواضي يحضر الحمد والله أخي غدا يدفد الله يحضر عند الروح وعليه تسمع كتار إن ذلك قال فيه قرر حد الدفدان قرر حد وطار مكين إلى ما يخطر حمد شبته وإليه كرام قف في قلبه قال لك أمد وضيه الله يقول ولو نزلنا هدان تجينا عليك الدسة هذا كتابا كتاب قرآن هو معناه كتابا قرآن وفي قصات حاشق قرآن فلمسوه قصات كأي ثابتان بأيديه يا كتاب قعمه هذا كتابتان لقال الذين كنوا حيثين كفروا قالوا لي إن هذا ما هذا كانوا ما هي إلا سحر وسحر مهي مبين ونحط وسحرا قيد بالله قبن فيأذنين وقالوا وحيد هدين لولا أنزل ما لقد جي عليه النبي الله محمد ملك ملك ما لقد جي أم خاتف رح أو إلى هذا والنبي
الله وحليه ولو أنزلنا هدان دجنه ملك الملك هدان سوى دجنه لقضي الأمر أمر كبه الله لما يستير لها وقال لبنا لبنا وقال الله لما يستير لها ويبابي إلى حاله هذه ملك لكين الله ثم الله يقدرون إلا بسوء هذه نبي الله محمد وإيجا العفا ويقانا بيقبل وإن ملك هذه لكين وصورة الملك لماذا نبوك هنا وحوي ويبابي إلى حاله الإسلامي بقالين بهذا كنت تابا مصرحان أيوه ملك لماذا صورة ملك لماذا محمد الكرام هذه صورة ملك لماذا نبوك صادره تاني نقول نحن مرة زين حميد كريم الملك نبي وين الصورة ذي إيشا بكاسيل هل كانوا خدما بقوا خدما وقالوا حين هذا اللي لا نزيل هل لا نزيل ما نود جي عليه النبي الله محمد ملك ملك أم كاسيل فر وعن سير هذا الله عليه ولو أنزل الله تعالى جن ملك الملك حتى عند جن والرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد جاء الأمر حال الدب ولا دم يصير الحال كبر ولا جنا نزيل هوا ويبقى ما لا يبقى ويبقى بيل هين ثم الله ينزلون اللهم كهديين ومتكا هذا لك حقابنا ولو جعلناه الرسول كهدان كيه اللهم ملكا ملك هدان كيه له لجعلناه حان كيه للهين في جيل المبا كيه له معيّل هذه الدمعه إلى الله عن دونين الملك صادره ملك السورة في جلوين ويشام معيّل الملك لماذا محمي لكرانه مرد ولكرانه ويبابا أيام ولا الله بسنا هو خلط للهين مركز عليهم تشار ما يلبسون النفط هذا وحي كو خلدين ما كو خلدين للهين يعني هذا ملك صادق صورة الله يعلم سيدي نفسه هذا مكتور أبو خالد من النبي الله محمد مردون ملك هاي وبشر النبي يلي منه إلى كان دينه إلى بحكم مكة الجوانح كان إنه ملك هاي إن كان مكة الجرانة يعني مركز صورة رجل مكوي من سيدي مكتور أبو خالد من أبو خالد من هاي هاي لو أسلم فيه وحكى الجوان مال الرجل يسجل الله وكله ولو جعلناه الرسول هذا كي يلا ملك الملك لجعلناه عن كيل لهن سجل النبى كيل المحيي للملك مارك كران ولا لبسنا وخلد لهن مكة عليه الدش ولا ما شيء يلبسون أي كخل دمين على أنفسهم نقطة وكخل دم ما كخل دمين يعني خصون كهذا رجل كذب إنه ملك هذا رجل كذب إنه وخلد يعني وخل دم لهن وهو ما يخل جسمه وخلد لهم عليه ذو حوله إنه خصون إنه ملك هاي إنه بشر هاي ما كان جسم مركز سيدي نبي ربه وخل دمين وبين مكان أبو خالد من الهي ويا معلم ولقد استهزاء والوجع جالسي يعني النبي قال لقولي بفصول فصول من قبل كاريسي فعاق وحاكد بالذين كون يستخروا كجع جالسي أو منهم إياك كاملة قوة قاردة كاملة ما شريك باكد لي كانوا أي هاي يستهزئون قوة كجع جالسي الذين يساك نبي الله محمد باع يا الله علو لك تيسين يا يوم لستبرسين يا قلب قال له ونازيني فسوسي كهر يستسام بان لو جي سيسكري وان العقاب سيروي هو أن رسول الله كلوه المركي كو جي سيسان والعقاب يا روي الله سبحانه وتعالى وهي أي كو جي سيسكري لكي سالو عقاب عذاب كات شيري سنوكين عقاب كات شيري سنوكين سمد كسو الدهس وحي جي سيسكري يمكن لكي سيري لكي سالو عقاب يا روي والغد السوزاء والغد جي سيسكري الرسول فسوله من قبل كهر يسيروي لهم عمله يسيرا قصده وفعله للكوب فعاقوا وحاكوا الدريد بالذين كون يستخيروا جاس جاسي أمنوا قالوا ذا كاملا ما شايدي كانوا أن يستهدون به قوكوا جاس جاسا قل سيروا ولنوع عقل علم قلوا حاكي لبالك سيروا الصعدة في الأرض أرضا ذا إحداد الصعدة صوى رئيسا سيروا حجنا تاريخها الدب بارا ثم انظروا بالآقة مركض وردت إسوك إيسان كيف سيري كان يا هاتي عاقبة المكذبين كون بني عرفتوا للصين لقدم سيري اللي تعذل كسرطان سياحة ولا سياحة تاريخي ولا أقولي يعني تاريخي نقدر فيه صوت دول كصوم صوت تاريخها صور ورسو ولا أقولي يعني دول كإنتاج مثلا صور إنتاج وضد كتاريخها يقال صور إنتاج مكذبين تسيدي أن يقدر العقاب يكون عليه قلوا البسوا قال قوم النحو يكون على السوا قال والهيل يشاور كاتم قوم العاد يكون على عقاد قوم صالح يكون عليه هو يقوم الشعيب ويقول دعي قوم اللوذ ويقول دعي والسوق هذا في بني إسرائيل امتحان كي يقلعين السوق هذا اللي قبل تاريخ مكانين مركا سوق التاريخي هو في عينها سياحة أمتي الجهاد بالنبي قيري ونبع يريئي فالسياء رسول الله واسكسوا والوريه سياحة أمتي الجهاد ومرضي بسياحة كلمان مركا السياحة التاريخ شهابينتا أجبع اللي أقول يهاني وأحبظ ما قولنا عيوم قلوا حافلا في روح سعداء في الأرض أرضا لحيث الصعود الصور ثم انظروا إيه كيف تلك كان هذه عاقبة المكذبين كون بين العرب طاغ انت تقول با اشتبتها الله قلوا حقوطنا لمن
أحد كيبي أو أهاتي ما في السماوات السماد وحكو السغن والأرض أرض وحكو السغن قلوا حافرة لله جواز وحكالبا هذا يجب السيدة أجيب وابان واسدة هذا كلا نسمد يا أرض وحكو السغن جاء الله ما يسكن ملكي يتصغس يسمين يبابين وحوظ الله ما يسكن إلا للمكتس إلا ولا كان مكتس وقال هل عبد لليه الله وحبها ضربة كذين لليه سمد يا أرض وحكو قلوا حافرة لمن أحد كذا هو هذا ما في السماوات السماد وحكسنا والأرض أرضا كل واحد إلى جواب هو كلامه لله الله هو هذا كتبه وقرأه الدباء الله هو واجبي على نفسي نفسي الرحمة وواجبي يعني الله قال كذي سبب هو واجبي الرحمة معناها ما يشكو تلا وحويه السماد يا أرضا الله إسكال كبق إقابتي سكبق يروي هذا نفسي لا تهي كتب على نفسه الرحمة وباق لو باق يدرك الاستقبال يسوي شيء دشوا توبته دست اللي بيقوله لما في قال لمن هيرفع وصل رجع كده عليهم عالدين تها قال لي يا دار توبك يا سوا الدين حريصنا يا ويل معنا الله رحمه دي صاب الله رحمتي تغلب على غضبي وحديث القدس رحمت بيرو عرضه يده كحب بدن وكرتنا بدن الله سبحانه وتعالى خيراتها هي تنبداتها هي وناجة هي برواقها بلا سبب والله كسر تفضل لكن عقاب سبب لأن الله هو حما عقابه وعزته قلب سدين فالله عقابه الله هو حلي هاي كتب واجبي الله على نفسه نفسه الرحمة بك واجبي يتقي القلع لا يجمع عنكم ويدي صورور إلى يوم القيامة في يوم القيامة قيام يوم في صورور لا ريب شكلكم السبن فيه في وقوع القيامة قيامها أنت يجي سوح شكلكم أجره ما لفاتوا من الجسين الدونة وحشكلين أكم أجره حوي قيامها ولا عقيديه عقيده قيد بثقل قد امرك في بشيء قيامه ترى ليس حساب ثم احمالك كما بدي سن كرمه وحب ما بينك حد قيامها بيني شيء هي ديا بل حك كبق وحك بق مال لا يجمع عنكم ولد صور ان الله سبحانه وتعالى الى يوم القيامه في يوم القيامه قيامها يوم فيه لا ريب شكنا قم سكن فيه في القيامه الذين مركوا خسروا خساري أنفسهم نفطوا لكوا خساري فهم قوة لا يؤمنون فمين مايا إعراب تاسع قوة ناكسا إن الذين ذا مكتدل قدقهم إعرابتك لو صرف ذنب إليه بهاي إعراب تاسع قوة نقاذنه نفطوا لكوا خساري كاش المالك أردو طوحة أم بضغبوا ما خساري لفطوا لكوا خساري نوم يقول إيمان فرصده هلي وإن ألا عابدان فرصده هلي ينار تحق يدو اللحي نفطوا لبا النار جاشوا لكوا خساري مرة توقف نفسي سكو خسارة إيمان في وديده وخسارة وحقي ديده توفيق في ديده مرة مين يا عوي ويتفق عليهم وأقول نفسه سكو خسارة ملكم جاي نفسه الذين كوا خسروا كوا خسارة أنفسهم نفسه ونفسه ملكم دجاي وحوي بعض الدبجري فهم كواسين لا يؤمنون مرة مين يا فهذا الزيادة الذين لا سمعنا شرذة شرذ وحى أقف مرة نفسي سمالكم دجاي إيمان فيه نكفه بعدين وله الله حاوسقنا إذا ما سكن في الليل والنهار وله الله حاوسقنا علي ما سكن وفي الدحق علي والدحق دقي في الليل هبينك والنهار مالك هبينك مالك واحد دبولان الله بعلى وإيه مالك هبينك مالك ومركع سيدي هبينك واحد الدحق دقي وكلا لقد دقي مالك الدحق دقي وحلا وحي هبينك مالك الدبولان هبينك مالك فبح جراء الله بعلى ما سيدان فليا وحي كفة سيدان ما سكن وحي حسلي وما تحرك مركع ينقل يوحي دقاقين لما دمع تفسير سهر عن كوانا سن ولو أنه حوصنا ما سكن وحي دحب دقن في الليل يهبينك يوالنهار مالنها وهبينك يمالك الضبولين وهو الله أنا أصميع كمغلوي وهو الله العليم كأقوي مسالح لأي وحو الله ليدي أقوي هاي مسالح لأي أقوي هاي وعلي عدان أقوي هاي وعلى عيد أقوي هاي الله سبحانه وتعالى علمه سواء محيط وإن وهو ألا أستمعك مغلوه يا العليم قل وحد كنت لهذا أغير الله ما ألغيت من أتخذ كيالا وليا ما ملك كيالا جرقار كيالا قال لي فاضل السماوات سمدك يا أبو ريئها بغير مثال والأرض أرضك سمييها بغير مثال وهو ألا من يطعم وحبو قوضيا ولا يطعم الله قوضيا أيضا وحي شيئا ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إني وحي قوضيان وحي أرزاقان كما ربط ذلك عباد الله كربا سنواتي لكل الله وحبو قوضيان
وحب استغى الله مقودي الله سبحانه وتعالى وحب الله مقودي محتاجنا ما هو مضاعنا ولا كل بحاتنا وماشنا أيده وحيل لها ليس وحيل نبي خص الصبيا وحيل ليه ونيو بالدين في أبيو غان جدتي قريشين دين في قريشين معاد وثتي معاد وثتي وجود قن محب مسي معاد وجود ضلال مسي واحد أسوأ كنتي ولي جمعنا نرجع بيهم ويجيب كتل كوبيس كوبيس أليك سيد هذا كله ولي ما نانا نرجع بيهم مركز تالي جموعنا الله هني بان ما مرد إله كدي جموعي معلي قلوا حاطر أن نبي الله محمد وأقير الله ما ألقيك ما أتخذ كدقا وليا ناصر كدقا قرقار أليه فاطر السماوات والأرض صمدي أرض الأبور بغير مثال وهو الذي يطعم وحمو قوضيا الله يطعم الله مقوضيا وحن الله مقوضيا لما نقوضيا قلوا حاطر إني أعرف أمرت حالي أمري أن أكون إنا نهاره أولا من قفك أقوه الرئي أسلم مسلمين ولا تكونن أهان بالغور تاسو أمر في سوق لسا وأمر وحالي أمرين ولا تكونن أهان من المشركين مشركين تاسو كمثال نقن نبي الله محمد قال لي أمري بات خدش له دابان لي إن أندرقه بانيها مسلم كأهاله يقول هي سيقى كهري واسداء وقت جيدة أن هدش يوجه لقبل الله قفك إسلام كهوباد إسلام كأجوهره قانسن يدعوله قامي إن النقضيان لأمري مشركين تانا أنا كمثال نقن قال لي أمري بكر يجي كنا وحليهم مثلاً الشرك جهر يدينتي يهديه يقدرتي حاضر سكتي مكان أمر كنا لسي أمر كنا نفرض ما يأوي معنا قل وحاتل عيني أنا قوم رسو حالي أمر أنا أكون إن أنا هذا أولا من حفق أول رئيس الله مسلم وقت جيجا ولا تكون أنها أهان بل إبوه من المشركين المشركين قل وحاتل أبالي إن الله محمد وإني أنا أخافوه عن كب قيام إن عصيته هدان كأمر ديلون عاصي ربي ربي عذاب اليوم المال عذاب كيف عذاب كاس عظيم وين عظيم تو حيت فكته عذاب كمن سوق كا مركا تموين تلا تموين يجي الله هوس دقيق ومجاورة يوم كي مجاورة وطاي يكون إتا وحوي وعذاب مجاورة وحلي قلوا حاطر أيان وخافوا عن كب قيام إن عصيت هذان عاصيهم عذاب اليوم المال عذاب كيف مال عذاب في عظيم وين يوم وين هذي يوم ثلاثة سبعة ستة يواسع يوم وين يوم كوين واحد حديث الدعي فاليوم وين حديث الدعي كوين ما يصرف قبتي اللي قال لي فيه عنه عن العذاب عذاب كحديث قبتي اللي قال لي فيه يومين ما لنتع فقد رحمه الله الله بأون حريسي معناه هو يقف الله أون حريسي وما ما لنتع عذاب كربت باري فحمد الله كريجي عذاب اللي كربت باري وذلك عذاب كربت باري ذاتنا الفوز اللي داوي المغين وعاد وواضحة ويسكم وغتاوية معنه ما يسرف قفك لقل لي عنه عن العذاب عذاب في يومي زمالتها في يامر فقد رحمه الله الله بأون حريصي الله بأون حريصي وذلك أن حريصها سيدي عذاب في اللي حنتها سنة الفوز اللي باوه يا العليم أول المبين وعض واضح ويمسك الله الله أدوك التاسية بالضر الإباطة فلا كاشف وحف إلى مجر له الضركة وحف إلى مجر إلا هو اللهم ويان وإن يمسسك الله هدوه كتاب سيه بخير الخير هدوه كتاب سيه فهو الله على كل شيء شيء لا تكون قدير في كرون الله دباته هدوه كتاب سيه وحوي أبار يعرير يتشر يوحد درن هدي مهدان عد أن الله إلو كارتين كارتين بيتر هدي الله خير في السيئة برواقية النبي الجليل عاصمات في السيئة قال الله لبنا بوكرة شركي خير كما الله وأبو رون وكرون قال لي مسركين تل النبي لهم عمل لك شوكي مركي أي اسكبر واقسي ودبا تتشيرين السلام في البريان والسلام هبل وحسن كاربا الرب المال في الدنيا وحريك هلكي كلوي قربان سبع الله سمين يا السلام في اللدعاء مركي دبا تتشيرتو والقرواز مركا بدل بيشنو وقلع طبعاً هو ما كان كعانه خلاه الله كل جيله بتبادلني هو يقين دكا الدعاء دكا مدة طلبه واحد جاهزين مشتين سوى رمك الساعة هاي انتظر حل عليه جاهزين هدي الشوبة عمر كذب وجب بدني هاي وحنا الله يوم بري لا كلام دعاء قاسيت بس إذا سكت بس نبيه وانو أرجنيه وان صابر نبيه تدمر كذب وجب بدني هاي ماشي الله كبر إلى هاي حتى أنا لي وحي كلو دبريني وحي كلو خاشي لي جعان يا سيدي وأخذت الثالث وأنا وحله بيني كيرتو
الله وحوله وإن يمسسك الله هدو كتابسي إن يمسسك الله الله هدو كتابسيه بذل الواشابسين إن يحب وعي هدو كتابسيه فلا كاشف هو حفيدة مكري له الضركة إلا هو اللهم وياني استقم وياني وإن يمسسك هدو كتابسيه بخير خير هدو كتابسيه فهو الله على كل شيء لا يسوط دين في كروي شرفه خير كبير الله على الله بنا وهو القاهر فوق عباده وميش اللي يلاهده المكر ذاتك هبار فوق له فوحة هذا هبار يسوى إن هذا هبار نوحة كفي عني إن هذا هبار نوحة كفي عني لابد دعا يسوى محيلي خير كينا الله باله والدبات بينا الله باله مركب ما يسأل إله يدكم في التكدر إله إله سوهنون كدر هو يدعيه إله سوهنون كدر لكن ميرو حاكي سهيرك قدام بايا انت يقعد الدبات يقعد هبار فوق السوهر ريو رب سيدنا الله موسى وكله إله على هذا الكرت ووحده كثير من قمته وشوفته سيدنا إله وكله وهو الله القاهر كم مقولي ويفوق عباده عدومه كم مقولي وي مقولي ثم تقال وكثير الضوء كي يلوي المدلل كدل يوي وقعنت طاع يوي وهو الله القاهر كم حكم ويفوق عباده عدومه قدير يقاهر ويكلدوني قادر وحاولي أول قوليها كاليوم بكت المهم لكن قاهر ملك اللي يعلم وحيرنا اللي مسوا نوال كنوه فوق عباده فوق دوح على عبرية الضموه الدشة كحكمة سبحانه وتعالى وهو قال الحكيم كفلسا وهي الخبير وحبذالة وإله سبحانه وتعالى يتبع الضومة حكمة هذا كنت أكثر ما يحكمت بكل عملهم الله سبحانه وتعالى حكمت يسوى لكن وحاولي يوحي إذا قدمت هذه المسالح لذو الله كل عملهم وهو الله الحكيم كفلته والخبير عباده والله سبحانه وتعالى.